فاكر انك هتفرق بعملتك انت وعشقتك؟ لسه زعلانة مني؟ خلاص مفيش حاجة. لا طالما ما ضحكتيش يبقى لسه زعلانة. بالرغم من كل اللي حصل بس لسه باقيلك حاجة جواك. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي اديك هدية. مش عايزة منك حاجة، امشي اطلع بره. لا مش همشي غير لما اديك الهدية دي، هتعجبك قوي. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ تجننت؟ كنت فاكر انك هتفل بعملتك انت وعشيقتك؟ عندي منه نسخ كتير. رهنت على الحصان الخسران يا خالو. السبب في موتها؟ بعد ما فضلتك عن كل الناس وامنتك على حياتها تبقى انت السبب؟ انا انت كذاب، كلكم كذابين، امشي اطلع بره، سيبوني في حالي. انت ليه عايز تعمل عداوه بيني وبينك؟ ليه عايزني اكرهك؟ انتوا اللي ابتديتوا انت وست الحسن والجمال بتاعتك، ولا فاكرني هنسى موضوع البلطجيه اللي بعتهم عشان يسرقوا الالماز وتخلصوا مني؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ انا اعمل كده برضو؟ ما هي اكيد حنان مش هتفكر كده لوحدها. نصيحه مني يا خالو، ال 40 فص الماز يرجعوا يا كده يا اما لا هيهمني لا قريب ولا غريب. تاني الماز ده انسان كذاب. انا ما اعرفش ايه الغل والحقد اللي فيه ده. غل ايه وحقد ايه؟ ما عارف ان انا بحبك عشان كده مستكتر عليا ان انا اسيبه وابصلك انت، وعايز يخرب علينا باي شكل. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ هو انت فاكر ان حاتم ده ملك؟ تقصدي ايه؟ اقصد انه حاول معايا اكتر من مره وانا كنت بصد وما برضاش اقول لك عشان ما تعملش مشاكل. النجل الجبان. معلش يا حبيبتي، حقك عليا انا، ما تزعليش مني. انا بس اللي مزعلي انك شكيت فيا، لكن انا بصراحه عذراك عشان عارفه قد ايه المشاكل اللي بينك وبين هايدي. بس ان شاء الله يا حبيبي المشاكل تتحل، وبكره الميه ترجع لمجاريها، وبكره تقول حنا قالت. ان شاء الله يا حبيبتي، ان شاء الله. كل ده ميرسي يا روحي. أنا تفكيري مشلول من ساعة ما شفت الفيديو ده وحاسة بتأنيب ضمير، عشان كده أنا بطلب من حضرتك يا أنكل خالد ترفع لي قضية على فهمي، تتهموا فيها بقتل مامي بالتواطؤ مع اللي اسمها حنان دي. أنا مقدر جدا للظروف النفسية الصعبة اللي أنت بتمر بيها يا هايدي، لكن قانونا الفيديو اللي أنت قلت لي عليه ده ما بيثبتش تورطهم في جريمة قتل مامتك، وما هوش دليل إدانة ضدهم، خصوصا وإنك قلت إن مامتك وقعت في الفيديو من غير ما أي حد يلمسها. هو بالكثير هيثبت خيانة زوجية، أما لو كنت ناوية تبلغي البوليس وترجعي تقولي يعني إنها ماتت موتة غير طبيعية، فده معناه إنهم هيخرجوا الجثة وهيشرحوها، وأنا بصراحة ما أتمناش لمامتك تتبهدل بالشكل ده. طيب حضرتك شايف ايه؟ انا شايف اننا نحمد ربنا، ربنا كشفهم لينا في الوقت المناسب وبالتدريج. الناس دول ما يؤتمنوش على اي حاجة، وقرارك بإلغاء الشراكة معاهم قرار صحيح 100%، وانا موافقك عليه. بس فهمي رافض يبيع. ولا يهمك، عاوزك تطمني خالص وسيب الموضوع ده عليا. خالد تقل معادك على مكتبك. ما هو خلاص للأسف يا فهمي مش هيبقى مكتبك بعد النهاردة. مش هيبقى مكتبي؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ اقعد بس وحدة، خلينا نخلص الموضوع مع بعض من غير زعيق أو شوشرة.
موضوع ايه؟ موضوع بيع نصيبك في الشركة الهندي. انا قلت قبل كده اني مش هبيع. هتبيع يا فهمي، ودلوقتي حالا، وزي ما انت شايف العقد جاهز قدامه، هو ناقص على توقيعك. هو بالعافية ولا ايه؟ لا، بالذوق. وبالذوق يا فهمي علشان العيش والملح اللي بينا. انما لو نشفت دماغك معايا ورفضت التوقيع، فللأسف انا مضطر اسجنك بالمستندات اللي معايا. اللي انت عملته ده يا فهمي تدليس وخيانة للأمانة، ده غير خيانتك لسعاد هانم الله يرحمها زي ما قالت لي هايدي. غلطة وانا بندم عليها لحد دلوقتي، بس على العموم انا صلحت غلطتي وجوزتها. جوازك من البت الممرضة دي بيثبت عليك التهمة ما بينفهاش، خصوصا لو ثبت ان سعاد هانم الله يرحمها ماتت بسبب صدمتها فيك. والله اعلم بقى الجريمة البشعة دي هيكون عقوبتها ايه بالظبط. والله ما لمستها. انا عارف انك ما لمستهاش، بس ذبحتها، وقفت قلبها بخيانتك ليها. وانا دوري كمحامي عن هايدي وعن املاكها ان اجيب لك في الجريمة دي اقصى عقوبة ممكنة. يا خالد، يخونك العيش والملح اللي بينا. انت اللي خنت العيش والملح لما خنت الست اللي كنت متجوزها. بكون في علمك يا فهمي، هايدي مش لوحدها، ولا يمكن اسيبها لوحدها ابدا. دي زي بنتي، انا في ظهرها على الدوام. ومش هسيبك انت وحاتم ابن اختك ده الا وانتوا الاتنين في السجن. انت بتهددني يا خالد؟ ايوه بهددك. ايه هتعمل ايه يعني؟ بس ما تنساش أنا في نفس الوقت بخيرك، يا إما تخرج من الشركة دي على رجليك وفي سلام وبمنتهى الهدوء، يا إما السجن. هتمضي ولا؟ همضي. برافو. أنت إزاي تبقى نصيبك يا فهمي؟ أمال كنت عايزاني أتحبس ولا أقف قدام هايدي في المحاكم؟ لا طبعاً، أنا أهون عليا بيع وأبعد عنها، ولا إني أدمرها أكتر من كده. هي طبعاً عندها حق، أنا لو مكانها هعمل أكتر من كده. مش معقول كل ده بسبب الزفت اللي اسمه حاتم؟ صحيح، اتقي شر من أحسنت إليه، وأنا اللي كنت بعتبره زي ابني بالظبط، ومع ذلك عض الإيد اللي اتمدت له. وأنت ناوي تعمل معاه إيه؟ هعمل إيه يعني؟ ما الدنيا تهدد فوق دماغي خلاص. يعني هتسيبه يفلب باللي هو عمله؟ العقل بيقول ان اسيبه طبعا، بدل ما احطه في دماغي واتورط معاه. ده واد مجنون وممكن يأذينا كلنا. طب وتهديده ليا؟ لا طبعا مش هسيبه. انا حذرته انه لو قرب منك انا اللي هتصدر. لا انت كده خوفته. امال عايزين اعمل ايه؟ انت لازم تكون حازم معاه، لازم تعرفه انه يبعد عننا بالذوق بالعافيه. يبعد عننا، مفيش حل تاني. بالعافيه ازاي يعني؟ ان شاء الله حتى تأجر له ناس تخطفه. اخطفه؟ اه تخطفه وترنه علقه موت كمان. انت لازم توريه العين الحمراء، ولو حكمت انك تخلص منه تخلص منه. اخلص منه؟ اه تخلص منه قبل ما هو اللي يخلص علينا. Thank you.
بس ايش هيك دي كلها حلوه الحمد لله، مع انه كنت مستغرب نفسي قوي، بس في البيت قالوا لي حلو. ليه مش انا قلت لك ان الستايل ده هيليق عليك؟ يا ستي ربنا يبارك لك. المهم ده نصيبك الشهر ده يا استاذ، وانا خدت زيه. هي العروسه بتكسب قوي كده؟ طب على كده بقى انا هقفل الشركه واتاجر في العرايس. يا ستي بسم الله ما شاء الله، ما يحسد المال الاصحاب، وده خيرك برضه. لا ومجهودك انت بتتعب جدا وما بتنامش، يعني بتسوق لي وكمان بتتابع الشغل ده. بصراحه اي حد مكانك مش هيشتغل سواء عند حد. طب وانت اي حد برضه؟ انت عارفه لو انا باخد مليون جنيه هشتغل لك سواء برضه. ده انت وش الخير وطاقه القدر اللي اتفتحت على ايدك ليا. انا هتكل على الله بقى. السلام عليكم. يابا يابا خد يا اخويا، خد يا حبيبي، يلا شيل يا معلم. عجبك اللي احنا فيه ده؟ بوز الاخص اهو، استريح، كله من عندك يا حبيبي. بقولك ايه يا هنداوي، انا ما عانيتش معاك الا لما حسيت بالغدر والخيانه في عينيك. غدر وخيانه؟ يا سلام. طب خد يا اخويا بقى، البس يا معلم. شوف اللي احنا فيه ده بقى، محدش بيسال فينا. انا كان غرضي حد يبقى فينا يبقى بره عشان يصرف علينا ويشوف مصالحنا. طب بقولك ايه، على مواد النقله اللي معايا دي، بص مين جاي هناك. سلطان؟ سلطان، ازيك يا سلطان؟ ايه ده؟ نور المكان يا هنداوي. ايه المفاجأة؟ ايه الطلة الحلوة دي يا اخويا؟ طلة حلوة؟ مالك وشك اتخطب كده وفوانيس عينيك عتمت؟ لا يا حبيبي بالعكس، دي نورت. ده انا ما صدقت سلطان الاقي حد اعرفه في اللي انا فيه ده يا حبيبي. والله مبسوط انك عرفتني وشفتني. اهو يا سلطان. وانا هعمل معاك احلى واجب هنا يا هنداوي. حبيبي يا اخويا طول عمرك. اه يا سلطان، في ايه يا سلطان؟ ايه؟ سلطان بلاش كده، بلاش كده. انت لسه شفت مني حاجه؟ سلطان اخويا ده انت حاطط. سلطان يا سلطان، في ايه يا سلطان؟ بلاش كده، انا تعبان يا سلطان. بلاش كده، انا تعبان هنا وعندي السكر يا حبيبي. عندك السكر؟ ما لو ما عندكش السكر كنت اتجوزت هنا انا كمان بالمره. لا ما هم دول يا سلطان السبب، الاثنين السواقين دول. ده انت في نعمه يا حبيبي. في نعمه؟ هم اللي جابوا لي السكر. والله انت في نعمه ومش حاسس يا سلطان. تعالى بحكي لك انا اللي هوريك النعمه هنا على حق. شلو حامد بيه، صديق بابي الله يرحمه. اهلا بيك يا حامد بيه. اهلا وسهلا. هايدي كلمتني عن افكارك وطموحك، وانا عن نفسي بحب الشباب الطموح قوي. أعرفك بطارق ابني، لسه متخرج السنة دي من الجامعة وبيساعدني في شغل الشركة. أهلا، ازيك يا أستاذ طارق؟ أهلا وسهلا. طيب ندخل في الشغل بقى؟ أوكي. هايدي كلمتني عن المشروع بتاعكم، وأنا بخبرتي في السوق شايف إن في مردود كويس قوي من المحلات الكبيرة على المنتج بتاعكم. أستاذ عبد الله ليك عندي ديل كويس قوي. وإيه الديل يا حامد بيه؟ أنا هسوق لكم المنتج بتاعكم في دول الخليج، وهخليه منافس للمنتج الأوروبي. وبما إن المنتج بتاعكم فيه المواصفات الأوروبية زي المنتج بتاعهم بالظبط، خلاص يبقى نلعب على السعر زي ما بقول لكم، سعر أقل. وهضمن لكم إن أنا هوزع لكم كميات كبيرة قوي، نظير 15% بس. بس دي نسبة كبيرة جدا. 12% بس عشان خاطري. أوكي، أنا مش هكسر كلام طارق. طب خلينا 10% يا حامد بيه. لا لا استاذ عبد الله، 10% قليل قوي. طب انا ماليش خاطر عندك يا انكل. اه خلاص، عشان خاطر هايدي يبقى 10% يا استاذ عبد الله، اتفقنا. ماشي، يعني هنكلم الاستاذ خالد المحامي ونحضر العقود ونتوكل على الله. ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي، منور استاذ طارق. نورك. من الشباب الطموح زي حضرتك بالظبط. هو طموح قوي. 18 ايش على 27. انت شوقي البيع يا جمال الله؟ ايوه يا باشا، امر سعادتك. معاك الرائد جاسر الدين، اداره الكسب غير المشروع. كنت عايز اقعد معاك شويه. تنور يا باشا، بس ازاي بس؟ ده انا راجل غلبان. غلبان؟ غلبان وعندك المحل ده كله؟ يسمع من بقك ربنا. ده انا مجرد موظف في المحل ده، باخد مرتبي اول كل شهر، ويا ريت بيكفوا يا باشا. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ امال المحل ده بتاع مين؟ بتاع الست سماح، السيد احمد.
وانا مجرد موظف عندها. تحب يا باشا ان ابلغها حاجه لما تيجي؟ بلغها ان هعدي بكره الصبح وخليها تجهز عقد المحل علشان هتطلع لي الصبح. عينيا يا باشا هقول لها. اقعد اشرب حاجه. شكرا. والله يا باشا تشرب حاجه. طب شاي. ايه ده يا ابو عمير؟ ده نص فلوس البضاعه، النص الثاني فين؟ لا ده في واحد حبيبي اديت له البضاعه بنص الثمن علشان اجر رجله يعني. ليه يا حبيبي؟ شغال بمزاجك ولا ايه؟ يا عبد الله انا قلت اوسع دايره الشغل. لا يا حبيبي روح هات بقيه الفلوس لما كتبك بيهم وصل امانه. الله 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 يا عبد الله، هي وصلت ايصالات الامانه؟ لا انا هروح اجيب لك بقيه الفلوس. لا خد تعال، خد الفلوس هات لي العرايس بتاعتي. الله ما خلاص يا عبد الله قلت هجيب لك بقيه الفلوس. بقول لك روح هات العرايس، مش عايز زمايلك العرب دول. ماشي يا عبد الله، وصلت ايصالات الامانه. صحيح الصواحب ملوش ابهات. ايه يا عم عبد الله؟ مال صوتك جايب اخر المكتب ليه؟ مفيش حاجه. اخبار الشغل ايه؟ الناس تعبت والشغل بيكتر بسم الله ما شاء الله، وشكلنا كده مش هنقدر نسلم الشغل في مواعيده. ليه؟ العماله قليله وضغط الشغل فوق طاقتهم. طب ما تجيب عماله. بس ده يحتاج مجهود وتعليم وتدريب. وماله؟ ما احنا لازم نفيد ونستفيد. يا عم هات الناس نعلمها يا عم، اهو ربنا هيكرمنا بسببهم وتفتح بيوت ناس كتير. اتكل على الله. ماشي، بس التدريب والتعليم دول حسابهم بعيد عن حساب شغلي. انت بقيت مد ليه كده يا ابراهيم؟ هو انا كلت حقك قبل كده؟ اتكل على هات الناس دول، بس قبل ما تجيبهم تمضيهم على عقد بخمس سنين. على طول كده؟ على طول كده تضرب عصفورين بحجر واحد؟ طب اضرب عصفورين ليه؟ طب ما الشجره موجوده، اخدها كلها. كمان الشجره كلها مش حته منها. متفائل انت يا عبد الله، متفائل. يا ابني التفاؤل ده بفلوس؟ ده ببلاش. خليك طموح يا ابراهيم. الطموح ده سر النجاح. يلا توكل على الله. مبروك يا عروس. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ عروسة يا عبد الله. يا ابني ده كتير. ده كل كتير يا عمي. ده دهبك اللي بعتيه انت وفادي. وكمان ده نقطة بحر بإذنك يا رب. من رجلك لراسك هيبقى فيه ده. وخد الفلوس دي، اعملي كل نفسك فيه. إياكي تحرمي نفسك من حاجة. يا ابني أنا ما نفسيش في حاجة في الدنيا غير إن أشوفك مبسوط. حبيبتي. خلي بالك من بيتك. ما تهملهوش ولا تهمل مراتك. اللي ليها حق عليك يا حبيبي. ليه اشتكيت لك في حاجة؟ طب مراتك أصيل ما بتشتكيش، عشان كده عايزك تحطها في عينيك. ما تهملهاش عشان الشغل يا عبدالله. مراتك شايلة يا ولد، شايلة ضمان محتاجاك جنبيه. أيوة ماما أنت عارفة، بس مشاغل والله العظيم غصب عني. بس أنا الفترة اللي جاية هركز معاها. أنت ادعي لنا بس عشان ربنا يكبر بخاطرنا وتتفتح لنا بقى. ادعي لنا يا ماما. الله يكرمك يا عبد الله يا ابن بطني. امين يا رب. ويرضيك ويرضيك ويرضى عنك. امين يا رب. ويكفيك شر نفسك وشر اللي حواليك. امين يا رب. ويفتح لك طاقه القدر. يا امين رب. يا رب قادر يا كريم. امين يا رب. وانت فصلت ليه يا ام؟ يا ابني انا طول العمر دعيانك حبيبتي. ايوه يا استاذ طارق. ما بلاش استاذ دي، انا مش كبير قوي كده. اه ما هو باين. خير؟ خير على طول كده. طب اطلبي لي حاجه اشربها. لا ايه مالك اتخضيت ليه؟ انا طلبت لك حاجه ساقعه. لا ده انا الطلبيه بابا بعتها معايا لميس هايدي فقلت اجيبها لها. طيب ده الكارت بتاعي فيه رقم تليفوني، ولما بابا عايز يبعتك بحاجه بكلمني عشان ميس هايدي ملهاش في الكلام ده. حلو ده. طلب ايه؟ ماشي حلو ده. تازن انا. ايه طب والسائع؟ ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ انت اديت له الكارت بتاعك وانا عمرك ما اديتني كارت. يعني انت مديه انا معايا كروت وما خدتيش؟ حاضر اهو خديها كلها معايا. الف مبروك. الله يبارك فيك. بس انت عرفت ازاي ان هو هنا؟ ما لمحته طالع بصراحة. يعني الواد ده انا مش مستلطفه من ساعة ما شفته مع ابوه وعمال يبص لك بصات كده، يعني كانت مضايقاني شوية فخفت لحسن يضايقك في حاجة ولا حاجة. يعني عارف يا عبد الله انا كل شوية بكتشف فيك حاجات جديدة. هي حاجات حلوة ولا وحشة ولا ايه؟ ما انت ما يجيش منك غير الحاجات الحلوة. داخل بتتسحب كده ليه يا واد؟
عامل لك مفاجاه وجبت لك هديه ياما. الله، بحب الهدايا قوي. مش لما تعرفي المفاجاه الاول. اخلص يا واد بقى وقول لي. ابويا المعلم سلطان خرج من السجن خلاص. يا ما جاب الغراب لامه. المفاجاه بقى ان هو حلف 100 طلاق ان هو مش هيحلف بالطلاق تاني. يا واد ابوك ده كذاب، ده عمره ما بيقول كلمه وينفذها ابدا. الله يسامحك يا جواهر. يخرب بيتك، انت بتتسلط عليا انا وابني؟ معاش ولا كان اللي يتسلط عليك انت وابني. انا بقى الهديه الحلوه اللي كلمك عليها ابني. ده انت البلوة، انت المصيبه اللي حلت على دماغي وما صدقت خلصت منها. للدرجات دي بتكرهيني يا جواهر؟ انا ما بكرهكش، انا بكره انانيتك وكلمه انت طالق انت طالق انت طالق دي. توبه، ما عادش هتيجي على لساني. توبه من دي النوبه. حتى اسالي سامر ابنك. سامر، انا اول مره اسمعك بتقول له يا سامر. مش قلت لك ان انا اتغيرت؟ وايه اللي غيرك كده؟ بعدكم عني. انا حسيت ان انا وحيد في الدنيا دي رغم كل الناس اللي حواليا دي، بس حاسس ان انا وحيد. انما في وسطكم بحس بالامان، بحس بالحنية يا جواهر. ايه سلطان الكلام الحنين ده؟ انا مش واخدة عليك كده، انا واخدة عليك لسانك زفر وما بيقولش غير الدبش، لكن الحنية دي مش واخدة عليها. طب عليا تاني؟ لا خلاص خلاص، عليا النعمة بنعمة ربنا، انت احلى نعمة انا معلقة بيها ربنا. ايوه كده اتعادل. ايه رأيك في كلام ابويا واما؟ شكله المرة دي اتغير بجد. حاسة ان في تغيير، بس لغاية فين انا معرفش. على طول ان شاء الله. بقولك ايه يا جواهر، ما تيجي بعد ما تخلص عدتك من الزفت ده اللي اسمه هنداوي نكتب الكتاب انا وانت، وحاسبتلك حاسبتلك قوي ان انا اتغيرت من مجاميعه. هفكر. فكر براحتك يا جميل، ووقت ما تكرري انا تحت امرك. سلطان، انت واعي يا اخويا للكلام اللي انت بتقوله؟ ليه، حصل حاجه ولا ايه؟ ما هو المصيبه انه ما حصلش. طب انت سخن ولا حاجه؟ ليه بس؟ ما هو الطبيعي ان انا لما اقول لك هفكر على اي حاجه بتاخدك العظمه وبتسبلي وبتلعني وبتقعد ترمي عليا مليون طلاق، لكن المره دي موافق ان انا افكر. ايوه يا ستي موافق، فكر. ولو رفضتك يبقى حقك، لان انا الغلطان، رفضت النعمه بايديا، واعرف ان ده عقاب من عند ربنا. مش عارفه ليه يا سلطان حاسه كده ان انا هقول لك روح هات المأذون حالا. الشيخ ياسين يكون موجود. حالكوا، الست دي عدتها لسه ما خلصتش، وانا مش قادر ان ابويا وامي يعيشوا في حرام. عندك العيب يا سامر، شفت سامر؟ خلاص خلاص يا جواهر، انا مستني لغايه ما تخلص عدتك وساعتها الشيخ ياسين يكون موجود. يعني هم حتى الساعتين اللي انت قاعدهم في البيت سايبني وقاعد مع الموبايل؟ ايه دي يا حبيبتي الموبايل اللي مزعلك؟ خير، كنت عايزاني في ايه؟ عايز احس بوجودك جنبي يا عبد الله. انت عايش معايا اه، بس دماغك في حته تانية خالص وكانك مجبور على العيش. ما بقتش معايا خالص، ده حتى متابعه الدكتور بقيت اروحها لوحدي. يا حبيبتي الشغل الجديد واخد كل وقتي، والله مضغوطه اعمل ايه؟ طب وانا وابنك فين بقى من الشغل ده؟ ولا احنا خلاص اتركنا على الرف؟ رف مين؟ وانا بعمل كل ده عشان خاطر مين؟ عشانكم يا حبيبتي. خلاص المره الجايه جايه معاك. بجد بجد، وانا ليه غيركم؟ وعد وعد. اضحكي بقى، ما تطلعيش الواد كشري بقى. لا ما تخافش هيطلع شبهك. عملتها يا شوقي وكتبت المحل باسم مراتك الثانيه؟ مالي وانا حر فيه؟ حد شريكي؟ بس انت كده بتظلم اختي وبناتها، وده ما يرضيش ربنا. هو انت اللي بتحاسبني؟ ربنا هو اللي بيحاسبني. دي املاكي الخاصه واتصرف فيها كما يحلو لي. انت بتتحدانا بقى يا شوقي. سميها زي ما تسميها، واللي عنده حاجه يعملها. مش كل مره تسلم الجره يا شوقي، وان كنت عرفت تنفذ المره دي مش هتعرف المره الجايه. اعلى ما في خيركم ركبوه دلدلو، انا ما بتهددش. يلا بقى اتكل على الله، ما اشوفش وشكم هنا تاني. يلا ماشي يا شوقي، انا بقى هوريك المعلم صبح هيعمل ايه. يلا منصور كشكش على مزمار ينتشى. في يا ابراهيم، مال وشك مقلوب ليه كده؟ في خامات مطلوبه للشغل وفجاه كده وبقدره قادر سعرها زاد الضعف. يعني البضاعه اللي متفقين نسلمها بالسعر القديم هتخسرنا مش هتكسبنا. يا عم انا قلت في مصيبه حصلت. طيب خلاص، انا هتصرف، اتكل على الله انت. تعالى يا فضل. ايه
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا معلم؟ عبد الله باشا. حبيبي اتفضل يا باشا، خطوه عزيزه علينا والله. كفاره، انا عرفت انك خرجت بالسلام قلت اجي اسلم عليك. يلا نعمل ايه، منهم لله اللي قالوا باصلهم معايا ورموني في السجن في حكايه ماليش اي ذنب فيها. ما انت برضو غلطان يا معلم، في حد يشيل بلاوي زي دي من غير ما يعرف ايه هي؟ اعمل ايه بقى في الامانه اللي بتنقح عليا، بس بعون الله هبطلها، بس اتعلمت، اديتني درس كبير قوي عشان اعرف مين حبيبي ومين عدوي. وعرفت؟ طبعا عرفت، كتر الف خيرك يا باشا على اللي عملته مع ابني وانا في السجن، رغم ان انا عملت معاك حاجات كتير انا ورجالتي، قصدي اللي كان ورجالتي. عفى الله عما سلف يا معلم سلطان، واحنا كنا جيران والجيران لازم تقف مع بعض وقت الزنقه. يلا عموما ما بحبه الا بعد عداوه، وانا على الطلاق بالثلاثه من النهارده، صفحه جديده بيضه زي الفل ما بيني وما بينك لغايه ما الحق نرجع لاصحابي. انا مصدقك يا معلم، ومش هنسى وقفتك معايا ورجعت لي حق حسن الله يرحمه، وبردت ناري. انا رقبتي ليك في ايوتها حاجه. وده عشان يا معلم، انا طالب منك خدمه تانيه. خدامك؟ في واحد ما بينه وبينه طار قديمه، وعايز انتقم منه وارد كرامتي. عبد الله باشا، كرامتك من كرامتي وطارك هو طاري، قول لي حكايه الجدع ده ايه ومقضيه ان شاء الله. الله 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 الله، ايه ده عبد الله؟ ده في 500 جنيه زياده. ايه؟ ما انا زودت مرتبك شويه، حسيت ان مش مكفيك وانت بتتعب شويه. طول عمرك حاسس بيا يا عبد الله. يعني ايه يا عبطال؟ واني ما بتعبش ولا ايه؟ ما سودتنيش ليه؟ لا، ما هو بيتعب اكتر منك. ايوه انا بتعب اكتر منك، انت بتتعبش زيي. اسكت انت، يعني ايه يا عطال اللي انت بتقوله ده؟ ماشي يا عطال اللي انت شايف. انا لما بعدي بعدي بمزاجي، وده شغلكم، واكيد انا ما بقصرش مع حد فيكم، واللي يعوز حاجه يجي ويقول لي. اكيد فاهمني يا ابو عمير؟ ها؟ ايوه ايوه طبعا فاهم عبد الله، انت ما بتخليناش محتاجين اي حاجه. بالاذن بقى علشان انت فاهم بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام.